ديننا الإسلامي المرأة ملهاش مكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقلاتي. فأنا يعني يمكن أقمت تاني يوم ندوة كان على هذا الأمر، وقلت يا جماعة تعالوا زي ما الدكتور أيمن أبو عمر ذكر في إزاي ناخد تصحيح المفاهيم، لأن ممكن يكون في مقاصد في السنة النبوية المطهرة إحنا بناخد القشور من على الوش. وساعتها وانا في اللقاء واحنا في تبادل الادوار رديت انا على هذا الامر، وانا كاني بتحدث بلسان المكرسه، وقلت لها انا هصحح لك الحديث، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فرصه ان انا يمكن في بنات شابات حاضرات ترفع راسها لفوق وتقول انا مفخوره ان 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 انا بنت. الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرجنا في يوم فطر أو أضحى، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النساء فقال يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا ولما كنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ده مدح ولا ذم؟ انا ساعتها ذكرت هذا الامر وقلت لها ده مدح ولا ذم؟ قلت لها ده مدح. ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. فردت امراه جزله في هذا الحديث وقالت لما جزله عاقله حكيمه لما كنا يا رسول ناقصات عقل ودين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر لها أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، وإحنا موجودين. أستاذة سميرة كانت في بداية اللقاء، أستاذة سميرة هي مديرة الحوار في الهيئة الإنجليزية، وهي في بداية اللقاء قالت أنا هقول لكم على حاجة، ممنوع موبايلات، هيحتوي بعض، أي خلاف هنتعدى مع بعض، مش هنتكلم موبايلات تتشال خالص، ومحدش يقول أنا مسلم أنا مسيحي. كانت بتحط قواعد لهذا اللقاء، وهي بتتكلم جالها تليفون، فقالت انا ما بخرقش بس انا هستاذنكم، وخرجت ورجعت. انا جميش تبقى معانا النهارده ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، بس عشان تتذكر هذا الموقف قالت انا ما خرقتش العاده، ولكن انا بنتي في الطريق مسافره بره مصر وبقالي يومين ما اعرفش عنها حاجه، فاتصلت في قلبي ما استحملش. ساعة ما قالوا لي ناقصات عقل ودين وتحددت هذا الأمر، قلت لها أستاذة سميرة أنت ساعة ما بنتك اتصلت نسيتي كل حاجة، نسيتي القواعد، نسيتي كل حاجة. العاطفة الجياشة للمرأة بتخليها برة السياق، وده اللي جعل سيدنا النبي يقول شهادة المرأة أو الدين الإسلامي أو الخطاب الديني شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، لأن المرأة لو عندها ابن سخن مش هتقدر تشهد، لو عندها زوج سايب شغله وتعبان في شغله مش هتقدر تشهد، لو عندها ظروف شهريه هرمونات مش مظبطه مش هتقدر تشهد. والشهاده احنا عارفين زي قرص الشمس، فعشان كده لو نسيت واحده الشهاده فبتذكرها اختها، فيبقوا الاثنين مع بعض. عشان كده ما هماش نقص لعقل المرأة، ولكنه العاطفة الطاغية للمرأة اللي ممكن تغلب على تفكيرها وعلى وأنا نقلت صورة حية من اللي كانت موجودة في القاعة في هذا الوقت. ونقصات دين هذا ما كتبه رب العزة سبحانه وتعالى على بنات حواء، ففوجئت بأخواتي المكرسات قالوا لي ده إحنا مش من الدين الإسلامي، وفي ناس بيقعدوا يقولوا لنا أنتوا ناقصات عقل ودين، وإحنا مالناش دعوة بالموضوع أساسا يا جماعة. طب اللي قال الدين ده اتقال في الدين الإسلامي مش عندنا، بس كويس إن أنت وضحت لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمدح المرأة، ما كانش بينقص من قدر المرأة، وأمور كثيرة. يعني لما جينا تحدثنا عن الطلاق بالنسبة للمسيحية، لما جينا تحدثنا عن الطلاق بالنسبة للإسلام، إحنا لما قعدنا مع بعض وتبادلنا الأدوار كثير من الشبهات عندنا إحنا اتزالت، وبالتالي قدرنا نطلع بره وننقل الصورة دي عن يقين وعن فهم وعن اقتناع، لأن إحنا اتقربنا مع بعض وقعدنا مع بعض بيتنا في مكان واحد أيام كثيرة. ويمكن عملنا بعد كده ندواتنا كلها كانت في وادي مطروح، وكنا بنروح ونقعد بالأيام هناك
ناكل ونشرب مع بعض، ناكل من طبق واحد، وبنخرج مع بعض ماسكين ايدينا في ايدين بعض. فهمنا كتير جدا جدا عن بعض وتلاحمنا، وهو ده جمال بلدنا وده جمال الدين الاسلامي والمسيحي اللي متعانقين في بلدنا الهلال مع الصليب. ربنا يجزيكم خير واسف على الاطاله. السلام عليكم.